بدي حاصر خليه حاصير. ولنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على ايدنا وعلى الزراعة. اجوا التتار وراحوا، اجوا المغول وراحوا، اجوا الصليبيين وراحوا، وبقي اهل البلد في البلد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال أيضا نبي الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هل أصبح المواطن في المناطق المحررة مجرد مستهلك ينتظر الإغاثة من حين لآخر؟ ألا تشكل هذه الإغاثة تخريبا للاقتصاد؟ النظام السوري المجرم قتل أكثر من 1,000,000 سوري وتسبب بتهجير أكثر من 10 ملايين آخرين. فهل يمكن لمجتمع جزء كبير من سكانه يعيشون في الخيام أو في بيوت مستأجرة وبلا عمل، هل يستطيع أن يستغنوا نهائيا عن الإغاثة؟ مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقوق الناس. حلقة اليوم بعنوان: المشاريع الإغاثية في المناطق المحررة إلى متى؟ نرحب وإياكم بكل من ضيفينا، الأستاذ مصطفى حماش مدير جمعية الأيادي البيضاء في الداخل السوري، والأستاذ صبحي مدينو عضو المجلس المحلي لبلدة الهوتي. حياكم الله وبياكم. أهلا وسهلا. نبدأ الحوار بعد متابعة هذا الريبورتاج، ابقوا معنا. رأيك مين هن الشرائح الأكثر استحقاقا؟ طبعا الافضل شيء انه لازم يكون النازحين، افضل شيء بيكون هذول احق شيء. بعدين بالنسبه بيجي للطبقات الفقيره، هذول يعني المفروض النظر تجاههم، وخاصه اللي ما عنده لا مأوى ولا عنده كذا، هذا ترك بيته وترك تهجر، فلازم يكون. والانسان الفقير كمان اللي ما عنده لا عمل ولا مأوى كمان لازم نظر الوضع باتجاه المخالف او الاتجاه الاخر. ما بتشوف انه استمرار تقديم دعم نقدي او يعني سله اغاثيه كل شهر كل شهر كل شهر تمنع الانسان انه يفكر بمبادره لحتى يحسن وضعه لحاله ويشتغل له بشي مهنه بشي ورشه بشي شغله؟ هالكلام صحيح، لكن نحن في مكان قل العمل فيه. بالنسبة لهالموضوع حكيك صح، بيؤدي انه واحد ماطل بالعمل ما يفكر يشتغل لكن بالنسبة في كثير من الاشخاص ما بيلاقوا عمل، فرصة عمل. طيب هالشخص اللي ما بيلاقي فرصة عمل معناتها شخص قضين عليه، ايش الحل؟ طيب استاذي، انت موظف او مدير مشاريع في احدى الجمعيات الإغاثية التي تعمل في الداخل السوري المحرر، اسألك اليوم الوضع الاجتماعي في المناطق المحررة، النزوح والتهجير الكبيرين في المناطق المحررة، يا هل ترى هل يستوجب فعلا إلغاء مفهوم الحصص الإغاثية الجافة العينية والتوجه إلى موضوع القسائم والكاش؟ الحصص الإغاثية العينية الغذائية أو المعلبات نسبة احتمال أنه تنصرف على الأسر النازحة أكبر من نسبة المادية. في عندك احتمال رب الأسرة ما يصرف الإغاثة المادية على الأسرة، وفي عدة احتمالات، لذلك نتوجه للسلة الإغاثية. لكن بالمحصلة هيدا المفهوم الأمن الغذائي أو الإغاثي هو تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للإنسان. نعم، مو هيك؟ وبالتالي يعني أنت لما بتعطيه بشكل دوري ومتواتر ولفترات طويلة حصص هو نفس السلة نفس المواد اللي فيها، في المحصلة رح يصير عنده يعني اكتفاء وإشباع، وبالتالي رح يضطر يبيعها. أخي بالنسبة لفترة الحصص بين السلال بتكون فترة شهر أو شهر ونص، وبالتالي ما رح يوصل لها النتيجة، وخصوصي مناطقنا أنه ما فيها الدعم الكبير. طيب أنت الآن عم بتدور أكيد باعتبارك مدير مشاريع، بتدور في المخيمات، بتدور في المناطق المحررة، بتشوف المقيمين وبتشوف النازحين. التقبل، الميول النفسية عند المستفيدين هي باتجاه القسائم ولا باتجاه السلال؟ لا أخي، بالنسبة للمستفيدين الميول باتجاه القسائم طبعا،
بس بقى نحن بنحاول قدر الامكان نفيد الاسره المستفيده بشكل كامل، مو رب الاسره فقط. احتمال رب الاسره ما يصرف القسائم مع الاسره، لذلك بنحاول قدر الامكان نفيد الاسره بشكل كامل. طيب المنظمات لما قررت، المنظمات الداعمه لما قررت ايجاد يعني مشاريع القسائم النقديه، شو اللي دفعها؟ شو هي الحسيات اللي خلتها توجد مشاريع القسائم الى جانب مشاريع السلل؟ وكيف ميز بين مستفيد بيعطيه سلة وبين مستفيد آخر بياخذ سلة بأخذ قسيمة؟ حسب احتياجات المستفيد. مثلا بالنسبة للمخيمات السلل أهم من القسائم بتوقع. بالنسبة للنازحين اللي ساكنين بالمدن القسائم النقدية احتمال يكون إفادتها أكبر من السلال، كأجور منازل، أجور نقل، مواصلات، ما شابه. القضية أنه صحة الإنسان هي جزء من أمنه، يعني كمان أقول الأمن الغذائي، هناك أيضا الأمن الصحي. برامج الإغاثة اللي بتقدم المنظمات للنازحين والمهجرين واللاجئين وحتى المقيمين الآن في المناطق المحررة غالبا لا تتضمن يعني كلفة الدواء. يا هل ترى القسائم النقدية اللي بتوزع الآن فيها تساهم بسد الاحتياجات الطبية، ولا هي قاصرة بالأصل خصوصا في ظل بعض أنه أسعار بعض المواد الطبية كتير غالية جدا؟ والله بالنسبة للموضوع القسائم صعب جدا، لأنه في عندك أدوية غالية جدا، غالي الثمن، لأنه الدواء عندك دواء الأدوية هلا غالي جدا، يعني عندك الأدوية أقل دواء حقه ألف لرسول، وإذا بتجيب له قسيمة تأمن له قسيمة شغل مشكلة. يعني هي قسيمة هي غذائية معقولة، أما قسيمة الدواء لا. نحن في هذه الجمعية المكتب الطبي نقوم بتأمين جميع الأدوية اللازمة والأدوية الغالي الثمن واللي المواطن النازح أو المواطن المقيم في هذه المنطقة اللي ما في يقدر يدفع حق الثمن، حق ثمن الدواء نحن نأمن له إياه. طبعا أدوية خاصة أدوية السرطان عندنا تقريبا هون بالمنطقة أكثر من 850 مريض حاليا، أنا عندي إحصائيات مريض سرطان. وانتوا بتأمنوا 850 مريض جرعات سرطان مثلا ادويه؟ مقدم احنا لكمية قليل منهم، يعني اللي عم بيتواجدوا بيجوا بيتواجدوا عندي بيراجعوني شهريا. تقريبا كم واحد يعني؟ ما يقارب ال 250. بتقدموا لهم هذه الادويه مجانيه؟ مجانيه نعم. طبعا هاي ادويه حبوب غير الجرعات اللي بياخذها في تركيا. طبعا بيجي لهم بده يتابع العلاج الحب او الابر تحت الجلد، هاي نحن دائما بنامل بها. طب انتم قادرين الان كمكتب طبي في هذه الجمعيه انه تسدوا حاجات كل المصابين بالسرطان اذا اجوك لعندك لهون؟ والله ان شاء الله رب العالمين قادرين بامكاننا، لانه عم نتواصل مع كثير منظمات وعم تدعمنا وناس كمان يعني دعم، والجمعيه كمان جمعيه عم تدعم من الخارج ومن الداخل دعم كبير جدا يعني. طيب معناها نحن لازم نوجه نداء الان عن طريقكم أنتوا إلى يعني مكاتب المنظمات التي تعنى بتصميم مشاريع الدعم، أن تلحظ إما القيمة النقدية لهذه الأدوية للنازحين والمهجرين، وإما أنه تعطيناه عينا كما يحصل الآن. والله هو نحن نطلب يعطونا، يعني إذا بيعطونا أفضل أدوية أفضل أدوية، يعني أدوية كمية يعني كم، يعني مثلا أدوية الالتهاب مثلا، هذا أدوية الالتهاب بتجينا مثلا بكل كرتوني 5 علب، أما لو تجينا مثلا 200 علبة مثلا 100 علبة بكل كرتوني بتقضي يعني وبتكفي حاجات الناس، أما بيجينا احنا يعني كميات قليلة جدا. الله يعطيكم العافية. شكرا لك أستاذي. أنتوا الآن مكتب المشاريع أو تصميم المشاريع لجمعية، جمعية إغاثية بحجم منظمة تعمل في الداخل السوري المحرر، وظيفتها تصميم المشاريع الإغاثية للداخل السوري. الأستاذ إياد، الأستاذ خالد، والأستاذ ضياء، بدي أسألكم سؤال الآن بحوار جماعي وسريع شوي. يعني بعد 7 سنوات من تقديم المنظمات الدولية الإغاثية برامج دعم وإشباع لحاجات المستفيدين والسوق في الداخل السوري المحرر، أما الآن الأوان لأن تقف هذه المشاريع بعد ما تطورت أشكالها من الحصة الإغاثية إلى المبالغ النقدية الكاش إلى مشاريع القسائم الزراعية وإعادة البناء والإعمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً الأزمة السورية لا تزال مستمرة منذ 7 سنوات، ولاحظنا أن الأزمة السورية اعتمدت بشكل دائم، كانت هناك حالة طوارئ ولا تزال حتى وقتنا الحاضر، فما في لا يتمر فترة إلا ويكون هناك نزوح. لذلك نحن دائما على نجب ان نكون على استعداد لتلبيه الحاجه.
فأمر ضروري أنه نبقى نعتمد على الإغاثة الطارئة. لكن الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المستفيد اللي بيستمر بتلقي هذا الدعم لسنوات شو راح يكون؟ أستاذي نتيجة عدم الاستقرار ما فينا أن نوقف هذا الدعم. ولكن بدي أسأل الأستاذ خالد، الأستاذ خالد لكن في غير مهجرين ونازحين، في مواطنين مقيمين وما تهجروا، يعني ما هو المبرر لاستمرار تقديم برامج دعم لهم من دون ما نراعي البرامج التنموية المستديمة؟ هلا العجلة الاقتصادية للمناطق المحررة تقريبا محتكرة على فئة معينة من الناس، ودخل المشاريع الصغيرة ما رح تقريبا يغطي حجم مصروف الأسرة، فممكن السلة الغذائية اعتبرت فرد من أفراد الأسرة، يعني لازم يكون السلة الغذائية ضرورية إضافة إلى مشاريع صغيرة يحسن رب الأسرة يطالع إيراد، رب الأسرة يطالع إيراد مشان يجيب شغلات، يعني ممكن يجيب شغلات نواقص لازمة البيت غير الموجودة بالسلة الغذائية. بس بسبب طول الأزمة والعجلة الاقتصادية قلت لك مثل ما ذكرت لك إنه صارت عند فئة معينة من الناس، لازم يكون في سلة غذائية توزع للطبقات الفقيرة، يكون في إلى إضافة لمشاريع صغيرة تحسن رب الأسرة يشتغل ويطالع إيراد. يعني هلأ أخي نحن رح نحكي بتجرد، السلة الغذائية صارت فرد من أفراد الأسرة، لازم تكون السلة الغذائية لبعض الفئات بالمجتمع السوري موجودة وضرورية، إضافة لأنك أنت تحفزه أنه يشتغل، يعني تعطيه مشروع صغير، ممكن بسطة خضرة، ممكن محل تصليح متورات، ممكن أي مصلحة هو يحسن يتقنها يطالع منها دخل وإيراد، بيصير هو ممكن يطور الشغل تبعه أو تعطيه قروض صغيرة ممكن هو هون يصير يطالع دخل، وقت بيصير يطالع دخل ممكن مع الأيام يستغني عن السلة الغذائية. حاليا نتيجة استقرار الوضع في بعض مناطق الشمال السوري، يعني بدأت بعض الجمعيات بالتوجه نحو بعض المشاريع التنموية تؤمن فرص عمل سواء للمجتمع المحلي أو لبعض النازحين من أصحاب المهن. مثلا في الفترة الأخيرة نزوح أهالي المناطق الشرقية في حلب، مثلا يتم فتح مثلا مناطق صناعية أو وتزويدها ببعض المعدات وتشغيل الأيدي العاملة من النازحين وتوفير فرص عمل سواء للنازح أو اليد العاملة اللي رح تعمل معه بنفس المحل. تمام أستاذ زياد. لبعض الشيء مثلا عن أنه يستمر في انتظار السلة الغذائية أو المساعدات. أستاذ ضياء بدي بس إضافة منك، الأستاذ خالد قال أنه أصبحت السلة يعني جزء من فرد من أفراد الأسرة، يعني بدي أسأل سؤال، هل السلة أصبحت مرض مزمن في المجتمع السوري لتحكم حتى مستقبله كما تحكم واقعه؟ هو أنا رأيي إيقاف السلة الغذائية بشكل نهائي صعب جدا، يعني بحكم النزوح المستمر بحكم الحاجة الدائمة عند الناس فإيقافها صعب جدا، لكن الحل انه نعمل زيادة تقييم احتياج حقيقي، لان احيانا عم تتوزع السلة، هذا واقع، احيانا عم تتوزع السلة الغذائية بشكل عشوائي، يعني ما عم يحصل تقييم احتياج حقيقي. فممكن نحن لو عملنا تقييم احتياج جيد لحاجة الناس واعطينا الناس الاشد فقرا فممكن نطلع من مسألة، نخرج من مسألة يعني الأثر السلبية للبرامج السلبي، نعم، للسلة الغذائية. لكن أما قطع السلة الغذائية بشكل نهائي لا، لأني ممكن نحن نحرم ناس على حساب ناس آخرين، يعني في ناس ممكن يكون عندهم تشكل السلة الغذائية أثر سلبي عليهم، لكن في ناس محتاجين لها بشكل حقيقي، يعني النازحين، الفقراء اللي، وفي أيضا في عنا نحن لا ننسى في المناطق المحررة تحديدا أصبح في بطالة شديدة، في قلة في الأعمال، في ضعف اقتصادي، فصعب أنه نوفر لهذا الكم الهائل من الناس أعمال ونعيدها لأنه تشتغل بنفسها، فلا بد أنه نوفر لها غذاء أولا،
يعني ممكن نوفر له غذاء لفترة من الزمن حتى تعتمد على نفسها. راح اطرح السؤال بشكل اخر على الاستاذ اياد والاستاذ خير وحضرتك استاذ ضياء. يعني استمرار ضخ هذه البرامج لسنوات 6 أو 7 ما افرز عنا حالات من حالات الكسل الوظيفي، حالات من حالات الترهل الاقتصادي، حالات من حالات العجز، يعني ما بقى احد يشتغل اليوم. انتم ما ظهر عنكم حالات سلبيه؟ تماما. اولا السله الغذائيه ضروري في بعض الاحيان نتيجة أنه فترة الأزمة الطويلة يعني ولدت عدد كبير من العوائل فاقدي المعيل أو رب الأسرة غير قادر على العمل نتيجة إصابة أو إعاقة، فحتى لو وفرت له فرص عمل يعني غير قادر على العمل، فمن الضروري أنه تأمن له سلة غذائية أو مساعدات إغاثية. هل ستكون هذه المساعدات دائمة مدى الحياة؟ هلا اكيد لا، راح تامن له فرص عمل يعني تناسب وضعه، يعني فبتعرف الوضع حاليا مثل ما قال لك الاستاذ خالد العجل الاقتصادي هون يعني، وفرص العمل ما انها متوافره ورؤوس اموال قليله، فاجباري انه هدول اصحاب الوضع الخاص انه حاليا نستمر بتقديم الاغاثه الطارئه لهم. تمام، خليني اسال استاذ خالد بس بوجهي لانه الوقت قصير، شو هي الظواهر السلبيه الاجتماعيه السلبيه والاقتصاديه السلبيه الناجمه عن استمرار ضخ هذه المشاريع طبعا لغير المحتاجين اللي ذكرهم الاستاذ اياد والاستاذ ضياء؟ الداعي السلبيه مثل ما ذكرت حضرتك انه بتولد كسل لعند رب الاسره. في عامل نفسي كثير مهم، فقدان العفه. الحاجه احيانا يعني بتخلي الانسان يعني يضطر انه يستنى الاغاثه، يعني مثل ما قلت لك اذا كان فاقد المعيل الاسره فقدت المعيل ايتام او شهداء يعني امر طبيعي، يعني الزوجه يعني ما فيها اطفال صغار يعني لا فيها تتركهم بالمنزل وتروح يعني تعمل، فاجباري يعني وضعها لا يسمح الا انه تستنى الاغاثه والسل الغذائي. في عندنا مثلا انه صاحب الحاجه ارعن، ف في حاله الحاجه صعب انك تخاطب او تسال الناس عن عفتهم، يعني في هو محتاج يطعم اولاده، محتاج يعيش، فصعب انك تساله عن عفته وعن انك انت ممكن خليك يعني عفيف ولا تاخذ سله غذائيه. صعب تحصل المجتمع، صعب انه تحصل المجتمع. في سؤال اخير بس برجالي، متى تتوقع ان تنتهي برامج الدعم الاغاثي للمنظمات الدوليه في سوريا بشكل نهائي؟ يعني ان شاء الله مع انتهاء الازمه، يعني أمل بالله، طالما هناك أزمة فكل البرامج الإغاثية راح تبقى، ولكن احتمال حاليا تتغير تتجه نحو الطريق المشاريع التنموية وتبتعد شوي عن الإغاثية، يعني إن شاء الله نتيجة الاستقرار وتوقف حركة النزوح يمكن أن نتجه نحو اتجهت بعض الجمعيات نحو مشاريع تنموية تؤمن فرص عمل تجعل الإنسان يعتمد أو النازح أو ابن المنطقة المجتمع المحلي يعتمد على نفسه ويفتح مصلحة إن شاء الله يعني تؤمن قوت يومه. حتى أخي أبو عبد الله، دخل الفرد بمشاريع صغيرة ما بيتناسب مع مستوى المصروف، يعني ما بيتناسب مع مستوى المصروف. يعني نحن ممكن قاعدين بتركيا خلال هلأ صلنا 15 يوم بسوريا، الأجور يد العاملة كتير كتير قليلة مقارنة بدخل رب العمل يعني، ومقارنة باحتياجات اليومية راتب الموظف 30-35 ألف ليرة، فهو إذا عنده أجرة بيت ما بيتناسب مع أجرة البيت، فصارت السلة الغذائية مكمل لأنه هو يحسن يكمل الشهر تبعه بدون ما يعتاز حدا. لا ننسى أنه في كم هائل من المصانع وكم هائل من الشركات والقطاعات العامة وأوقفت العمل، فالموظفين اللي كانوا فيها توقفوا وتعطلوا عن العمل، فهذا إذا ما عاد هو نفسه أو شبيهه بنفس الكم بنفس القدرة، إذا ما عادت بنفس القدرة ففي لازال عن كم هائل من الناس عاطين عن العمل. الله يعطيكم العافية. نظرة من قبل المنظمات الدولية الفاعلة في الشأن الإغاثي الإنساني في المناطق المحررة من أجل تطوير برامج الإغاثة الإنسانية في المناطق المحررة بما يتناسب مع الوضع الاجتماعي الصعب جدا في هذه المناطق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الحوار معك أستاذ مصطفى، هل تحول الدعم الإغاثي إلى متلازمة وحالة مرضية لا يمكن الاستغناء عنها فيما بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بداية لا يمكن أن نسميه حالة مرضية أو معضلة، لأن الدعم الإغاثي أتى لمساعدة ملايين الناس المهجرين من بلادهم ومن قراهم بسبب ما فعله بشار وعملاء وأعوانه في خلال السبع سنوات الماضية. إذن تعترض على التسمية؟ أعترض على التسمية، نعم، من البداية. التسمية أنها حالة مرضية؟ بالضبط لا، فهو أتى لمساعدة الناس الذين فقدوا المعيل، أتى لمساعدة الأرامل، أتى لمساعدة الأيتام، أتى لمساعدة المهجرين الذين فقدوا بيوتهم، فقدوا أعمالهم، فقدوا كل ما يملكون. فهو إذن ميزة أو فائدة لهؤلاء المهجرين أو هؤلاء المستفيدين المستحقين للمعونة أو المساعدة. هل يمكن الاستغناء عنها أم لا؟ لا يمكن الاستغناء عنها، وإنما يمكن تقسيم الفئات التي يمكن الاستغناء عنها بثلاث أقسام رئيسية. فضل. القسم الأول 30% يمكن الاستغناء عنها، لا يمكن الاستغناء عنها نهائيا، وهي الفئة الأرامل، الأيتام، الفاقدين المعيل، الذين يملكون أمراض مزمنة، الذين العاجزين، الذين أصابوا إصابات حرب، فهؤلاء بكل تأكيد لا يستطيعون العمل ولا يستطيعون ولا يملكون أصلا فرص عمل حتى ولو كان العمل موجود. النسبة الأخرى 40% وهم لا يمكنهم العمل أصلا، لا يمكنهم العمل 40%، يعني يمكنهم العمل والقيام بأعمال ولكن لا يوجد فرص عمل لهم في البداية، في حال أو لا يريدون يعملوا، نعم، في حال توفر عمل لهم ممكن أن يعملوا، ممكن أن نستغني عن الإغاثة لهم نهائيا. نعم، ولكن بشروط أن يتوفر السلم، الأمان، أن تستمر الهدنة على أقل تقدير. ممكن لاحظنا في الفترة الماضية الست أشهر أو الأكثر يعني تحسن في المستوى المعيشي للأفراد، أصبح هناك مشاريع بسيطة ولو صغيرة، أصبح حركة وعجلة الحياة الاقتصادية تحركت إلى حد بسيط جدا. النسبة الأخيرة وهي 30% هم غير محتاجين للدعم أصلا، فهم يعني عالة على المنظمات الإغاثية. نعم، بل ويمكن أن يقدموا هم الدعم للناس. بالضبط، النسبة الأخيرة هم المعضلة. في الأخير، فهذه النسب توضح بشكل مختصر ما مرت به أزمتنا منذ سبع سنوات إلى الآن، فهي فعلا معضلة لبعض الأشخاص وفائدة للأشخاص الآخرين. وهناك تنويه بسيط جدا على النسب، بالنسبة للنسب 40% الذين يمكنهم العمل وفي الأصل يمتلكون مهن ويمتلكون شهادات فيمكنهم العمل بكل سهولة، ولكن الظروف التي أجبرتهم على النزوح دعتهم إلى ترك أعمالهم، وهبت الجمعيات الإغاثية لمساعدتهم مما أثر بشكل سلبي على حياتهم، أثر من عدة نواحي، أثر من اعتمادهم واتكالهم على الإغاثات وتركوا أصلا البحث عن عمل، من ناحية أخرى لم يبحثوا أصلا عن وظيفة بسبب أن الجمعيات الإغاثية قدمت لهم المساعدات والمعونات النقدية والمبالغ النقدية باستمرار، فلم يبحثوا عن العمل أصلا. ولكن أستاذ مصطفى يعني المبالغ لا تكفي، يعني المبالغ بسيطة يعني، وحتى الدعم الإغاثي دعم قليل، يعني مهما كان قليل هناك ناس أو هناك فئة مستحقة للدعم أكثر منهم، يعني فئة الأرامل، فئة المطلقات، أكيد، فئة الأيتام، أكيد أنا معك، فهم بحاجة أكثر من أصحاب أو أصحاب المهن. يعني أنا لا أتصور أنا لا أتصور أن يجلس شخص في البيت 30 يوم بالشهر ولا يعمل، ينتظر سلة الإغاثة أو ينتظر، يعني هذا أمر والله غريب. يعني هذا فعلا اللي أبصير في المخيمات، يعني في المخيمات ومناطق النزوح هذا اللي أبصير فعلا، أنه بنزح تجي لهذه الجمعيات الإغاثية بتعطي شيكات، تعطي طبعا شيكات قد تكون لمدة سنة كاملة، هو بهي السنة أصلا ما بفكر يدور على شغل، فببرم في البيت وخلاص، وبطمئن أنه كل شهر جاي سلته الإغاثية أو جاي الشيك النقدي اللي عم بيجي، فما راح يدور على شغل أصلا. هذا الأمر ممكن نقول إنه هو معضلة، ممكن نقول إنه هو فعلاً أثر على الأمور الإغاثية في الشمال السوري. نعم أستاذ مصطفى، إذن تحدثت لنا عن نسب المستفيدين من المشاريع الإغاثية. نعم. 30% أرامل ومحتاجين وعجزة. نعم. 40% يمتلكون شهادات أو لديهم شهادات جامعية. نعم. ومهن حرفية. و30% أيضاً ليسوا بحاجة بل هم أصحاب. إذن اشرح لنا وضع الشريحة الثانية،
اللي هي 40%. الشريحة الثانية 40% كما ذكرنا أنهم بحاجة إلى إغاثة، بحاجة إلى دعم، ولكن لفترة محدودة بسيطة، ممكن أن يكون لعدة لثلاث أو أربع أشهر من في بداية نزوحهم. يعني فقط. نجار وحداد و ممكن أول فترة ومعلم و أول فترة نزوح أي شخص راح يكون مكركب أو ضاعه راح يكون مكركب، راح يحتاج إلى بيت ثم يؤمن عمل، يؤمن عمل، يؤمن بيته، يؤمن الحاجات الأساسية لبيته، يؤمن آجار بيته لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى سنة. إذن الشريحة الثانية التي ذكرتها تحتاج لدعم إغاثي مؤقت. نعم، الشريحة الثانية هم كما ذكرنا هم من أصحاب الشهادات، من أصحاب المهن، من أصحاب المهن الذي ممكن أن يقوموا بالعمل مجددا، نجار وحداد. نعم ممكن أن يستمر في العمل، معلم ومزارع، ولكن بسبب الظروف التي دعته للنزوح وللتهجير يحتاج إلى دعم بسيط من ثلاث أشهر إلى سنة. نعم. ليؤمن وضع بيته، ليؤمن آجار بيته، ليؤمن الحاجات الأساسية للبيت. نعم. وخلال هذه الفترة يجب عليه أن يبحث عن عمل مناسب له على حسب اختصاصه. نعم. وتكون المساعدات هي تكميل لما لحاجاته الأساسية، ويستغني عنه بشكل تدريجي، بشكل تدريجي. عن هذا الدعم. نعم. أستاذ صبحي، يعني كونك عضو مجلس محلي يعني وتتعرضون لكثير من الحالات، يعني هل يمكن الاستغناء عن هذا الدعم أم أنت توافق الأستاذ مصطفى في النسب التي ذكرها أو تعدل عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعقيبا على أستاذ مصطفى، كلام أستاذ مصطفى بالنسبة لهدول 40% هن أكثر، أو أولا نسبة 30% بتوافقوا عليها، أنه مثلا نحن عنا في المجتمع أو في المجتمع اللي أنت مثلا حاليا عضو مجلس محلي في بلدة الهوتي في هيك نسبة تقريبا ولا كثيرة ولا قليلة؟ 30% هي بحاجة بشكل يعني أساسي للإغاثة ولا يمكن قطع الإغاثة عنها. أستاذي الكريم، بالنسبة لهدول 30% اللي ذكرهم أستاذ مصطفى هن بحاجة، ممكن يكون أكثر من 30%. يعني مثلا يعني عندك بالمجلس المحلي كم نسبتهم؟ هل أنا ما يقارب 30-35% هدول بالنسبة للمعاقين، للأرامل، لذوي الشهداء، لفي ناس. إذا هذه النسبة أستاذ مصطفى يعني متراوحة متفاوتة، يعني من مجلس لآخر، من مجتمع لآخر. نعم. 35% مقبول يعني. نعم، وفي النسبة هذه 40% هدول ممكن يشتغلوا. بس إذا نسبة 35% عندك ابتداء هذه بحاجة لإغاثة، بحاجة إلى إغاثة دائمة، ثم نسبة 40% تقريبا. يوجد 40% من الناس الذي يوجد عندهم خبرات من جميع المصالح. نعم. نعم. يوجد خبرات مثلا نجار أو حداد أو ما شابه ذلك، حتى بالزراعة، حتى بأي مكان. نعم. هدول كانوا عم يشتغلوا وقايمين عملهم في سبب القصف اللي صار بالمناطق اللي توقفوا، صار فيها أضرار، وقفوا نزحوا لغير مكان وعافوا بالنسبة لمعداتهم ضلت محلة. نعم. ممكن هلأ نحن إذا استبدلنا بالنسبة للإغاثة، ممكن مشاريع تنموية، ممكن مشاريع اقتصادية تساعد على مساعدة الناس في استبدالهم عن الإغاثة مثلا. إذن هؤلاء، عن سلة الإغاثة. نعم. إذن هؤلاء يعني هم يحتاجون لدعم إغاثي مؤقت، يحتاجون إلى دعم مؤقت، وبإمكانهم يعتمدون على حالهم في حال تأمين عمل آخر. نعم. النسبة المتبقية 25%، ماذا تقول عنها؟ 25% هذيك تانية ممكن نحن فينا، ولو زعلوا منك ال 25% الموجودين في الهوتي حاليا، هلا ممكن احكينا بصراحة بدنا نعالج مشكلة يعني. هلا ممكن نعطيهم نحن هدول بالنسبة لل 25% الثاني. هؤلاء ليسوا بحاجة، ليسوا بحاجة. نعم. بس أحيانا عم نضطر نعطيهم، بيقول لك أنا والله اليوم أنا كنت عم اشتغل، اليوم والله وقف شغلي من كذا سنة. لا نحن عم نحكي على 25% هدول يعني اللي بنعطوا هيك حتى يعني حبية يعني، أو بسبب إنه هن أقارب للمجلس المحلي، أو بسبب واسطات معينة، أو بسبب يعني محسوبيات معينة. يعني بتشوف شخص مثلا في عنده منشرة حجر وفي عنده سيارات وعنده أملاك وأمور كثيرة، ولكن يستلم من هذا الدعم. بالنسبة لهدول 25 في عندكم هيك حالات ولا ما في أستاذ؟ أستاذي يوجد حالات هيك. نعم. ولكن في عندك ناس ما بحاجة أبدا، بس في الوقت الحالي وقف عملهم. أنت بتطلع عنده سيارات، عنده أرزاق، عنده كذا، ممكن يجيك واحد بالقوة يقول لك خيو أنا والله صار لك كذا سنة ما أعطيتني، ليش عم تعطي مثلا شيء عم يجي لإلي؟ ليش ما عم تعطي؟ ما يجي له لا؟ لا ممكن هو هيك يقول لك، هو عم يقول لك شيء عم يجي لإله، بيعرف إن الداعم عم يدعم ل مثلا المحتاج. بالضبط. وأنت كمجلس محلي القرار عندك، أنت مسؤول. هلا أستاذي الكريم، بالنسبة لل 25% هدول أكثرهم ما هم بحاجة،
بس ممكن يجوك واحد عن طريق الضغط، ممكن يجي واحد يقول لك والله أنا كذا سنة صار لي ما أعطيتني، وأنا شيء عم يجي باسمي أو باسم النازح، ممكن يجي نازح عنده سيارات وعنده أملاك كذا، بس بيجي بيجبرك بيقول لك يا أخي أنا لا بدي اشتكي عليك لا أحد المنظمات اللي عم تدعم، يا أخي يا بدك تعطيني إجباري. إذا يأتي نازح معه سيارة ويعترض على عدم، يأتي نازحين كتير كتر شيء نعم. كتير بالنسبة لهذا الأمر، بس بيجي بيقول لك أنا يا أخي بدي اشتكي عليك، شيء عم يجي في اسمي أنا المفروض أخذ حقي من هذا الشيء اللي عم يجي. يعني انت بدك تصرف معه بتقول له ما في مشكله ما بعطيك كذا وانت ان شاء الله الله رزقك من هالحكي، بيجي بيقول لك لا خيو انا بدي. ننتقل في مرحله في كمان فئه ثانيه من نفس ال 25% ممكن عن طريق الضغط ياخذ منك، يقول لك يا اخي انا جيت انا حطيتك ونحن انتو عملنا ونحن تعبنا وراح بيننا كذا واحد وخربت بيوتنا وانت هلا ما عم تجي تعطيني، ايه عم نضطر نحن نعطي لهذا. اذا فكره جيده جدا بانه نسبه ال 25% من المستفيدين من برامج الدعم الإغاثي هي النسبة ليست من أبناء القرى فقط أو أبناء المدن، وإنما يشترك فيها أيضا النازحين وأبناء القرى، فيمكن أن يكون هناك نازح وليس بحاجة، ويمكن أن يكون هناك من أبناء القرى وليس بحاجة أيضا. يوجد فيها أستاذي نازحين ويوجد فيها من أهالي القرى نعم. وحتى فيها من هدول 25% يمكن منهم عم يشتغلوا بمنظمات نعم، بيقول لك انا بدي كمان، يا اخي انت عم تشتغل وما شاء الله الله عم تاخذ راتب وعم تقاضى كذا نعم. لا خيو انا بيجي عن طريق الضغط او عن طريق المحاياه ما نسميها، المهم عم يحاول يستفيد من الاغاثه اللي عم تجي. نعم استاذ مصطفى تفضل، اليست هذه المشاريع اجندات يعني لمنظمات ولدول تهدف الى تخريب الاقتصاد؟ هلا في البداية اللي خرب اقتصادنا يعني وخصوصا في المجتمعات التي يعني فيها حروب وثورات طبعا. وأزمات و اللي خرب اقتصادنا مو منظمات الخارجية أو الداخلية، اللي خرب اقتصادنا هو بشار وعوانه، هذا بكل تأكيد. يعني المنطقة اللي بسيطروا عليها أو بفضل سيطرتوا عليها فورا تاني يوم ممكن يقصفها، سواء كانت معمل أو مدرسة أو مشفى أو مركز طبي فورا بقصفها. ليش؟ عشان يطلع قدام العالم أو قدام المناطق اللي خاضعة له إن هو موفر كل شيء ونحن ما عندنا شيء، هاي أول شيء مشان يهدم اقتصاديات المناطق المحررة. إذا ضرب الحاضنة الشعبية للثوار. بالضبط، هذا هو اللي عبصير. يعني إحنا الاقتصاد اللي خرب عنا، البنية التحتية خربت هو بسبب القصف الهمجي سواء كان الروسي أو الأمريكي أو أو أو, أو السوري حتى. نعم. فهذا هو السبب الرئيسي. هلا يعني المشاريع الاقتصادية والمنظمات يعني اجت لتحاول تنعش الاقتصاد، تحاول يعني ترجع عجلة الاقتصاد مثل ما كانت او لجزء بسيط ما كانت. يعني المنظمات اللي اجت اللي فتحت مستشفيات، اللي فتحت مراكز طبية، اللي دعمت التعليم، اللي دعمت الزراعة، هذا الشيء اكيد كان له اثر ايجابي مو سلبي، بس هو سلاح ذو حدين، اذا استمر لفترة طويلة جدا قد يكون يعلم المواطن على الاتكال ويعلم المجتمع، خلينا نقول يعلم على المجتمع على يكون يعني هو مستهلك فقط وغير منتج. هذا سؤال للأستاذ صبحي. يعني استمرار الدعم واستمرار الضخ الإغاثي لفترات طويلة ألا يؤثر ويتسبب بتوقف نمو العجلة الاقتصادية والنمو الاقتصادي للبلد؟ أستاذي الكريم، نحن في الوقت الحالي القصف اللي عم يصير والدمار اللي صار، نحن بحاجة إلى دعم من المنظمات. مثال انسان بالنسبه للدعم السله الاغاثيه او غيره، نحن في عندنا دعم في مستوصفات في مشافي، نحن هي بحاجه الى استمراريه عملها، لا يوجد بديل. بالشكل الاسد تعرف دمر المشافي كلها، ما عرف شيء اسمه مشافي ولا عيادات طبيه. نعم. ابدا جميل. نحن بحاجه لهيك مشاريع تكون دائمه. اذا المشاريع الطبيه من الضروري ان تكون مستمره. نعم نعم. المشاريع الاغاثيه المتعلقه بالامور الغذائيه مثلا، نحن بحاجة بس مو لكل الفئات، نحن بحاجة لفئة محدودة. مثلا بتقول لك نحن في عنا فئة هي 35% اللي هيدي المعاقين كذا لا يمكن أن يعملوا عملا أبدا. نعم. نحن بحاجة إلى استمرارية دعمهم من المنظمات الموجودة على الأرض. طيب أستاذ مصطفى، يعني نريدك أن توضح لنا ما هي الفترات المنطقية العالمية المتعارف عليها لبرامج الدعم الإغاثي في حالات كحالتنا مثلا كثورة أو يعني كمشكلات أو كفوضى تحدث في بعض المناطق؟ أكون معك واضح، يعني في فترات محددة ما في فترات محددة، ما في أي فترة محددة لأي برنامج إغاثي.
على مستوى دول يعني، قد يكون يعني لسنة لسنتين ثلاثة، وقد يكون إلى توقف الحرب مفتوح ما بعد التأسيس والبنية التحتية وإعادة الإعمار. فهو فعليا ما في نسبة معينة أو ما في زمن معين ممكن تعتمد عليه، فهو مفتوح إلى ما بعد الإعمار وإعادة الإعمار. يعني سمعنا أن هناك منظمات البرنامج الذي تتبعه هو مثلا 6 سنوات، وقد لاحظنا بعض المنظمات بدأت بتخفيف دعمها الإغاثي في المناطق المحررة كون الحرب استمرت في سوريا وهذه الثورة المباركة استمرت 6 سنوات. هلا الموضوع اللي بتحكي فيه قد يكون له يعني آثار سياسية أثرت على توقف الدعم سواء كانت داخلية أو خارجية، سياسات دول أو سياسات داخلية للوضع السوري. الوضع السوري يعني ما له مثيل في العالم كله. يعني وضع مثلا وضع المناطق المنكوبة مثل الصومال وغيرها قد يستمر الدعم لسنوات عديدة، 10 سنوات 20 سنة، بس المشكلة احنا عندنا في وضعنا السوري. الوضع السوري وضعه صعب جدا جدا، فهو السياسة متعلقة بالدعم، والدعم متعلق في الأوضاع السياسية الأكبر في البلد، بدهم يضغطوا علينا بيضغطوا علينا بالإغاثة. فهو فعلا يعني ضغط شديد وقوي، فهو العجلة الاقتصادية للبلد يعني، وهو العصب، عصبنا هو الإغاثة الآن حاليا فعلا. فممكن يضغطوا علينا بالإغاثة لتحقيق مآرب أخرى ممكن هنا بدهم إياها. أنا هي وجهة نظري يعني. إذا هناك حالة خاصة للوضع السوري طبعا، وضع ارتباط الإغاثة بالوضع السياسي، بالوضع السياسي بشكل مستمر وبشكل دائم. نعم أستاذ مصطفى، ما هي خصوصية سكان الخيام؟ بالنسبة لوضع المخيمات فهو وضع استثنائي بالنسبة للنزوح أو الحاجة. المخيمات المشكلة الكبيرة فيها أنه يعني أصحاب المخيم، أصحاب اللي ساكنين في المخيمات يعني أخذوها مثل مكسب لهم، خلاص بركب الخيمة عم بيجي أكل، عم بيجي شرب، عم بيجي الخبز، عم بيجي الماء، بارك ببلاش. وأكثر الجمعيات الإغاثية بتلجأ عند توزيع الإغاثة أو توزيع المنح أو توزيع الأمور المادية أو المعنوية لوين؟ المخيمات، لأن المخيمات عم تظهر بشكل المحتاج الفقير. وهي فعليا ما في هيك، أنا باعتقادي أكثر من 60% من سكان المخيمات ليسوا بحاجة إلى الدعم. 60% من سكان المخيمات في المناطق المحررة ليسوا بحاجة إلى الدعم. ليسوا بحاجة إلى الدعم. ومثل ما بتعرف أنت في بعض الناس راحوا أجروا بيوتهم وسكنوا بمخيمات، في بعض الناس حالتهم تحسنت. هذا تقصير من إدارة المخيمات. تقصير من إدارة المخيمات، وفي محسوبيات وفي وساطات بتعرف أنت. فأكثر سكان المخيمات أخذوا مكسب. مثل ما قلت لك يعني البيت موجود، مؤمن الماء، مؤمن الخبز، مؤمن الغذاء، قد يحصل على سلة وسلتين وثلاثة في الشهر، فهي مكسب له. فهون احنا اذا بدنا فعلا يعني نتخلص من مشكلة كبيرة بالنسبة للإغاثة ممكن انه نعيد النظر في توزيع الإغاثات بالنسبة للمخيمات. وعلى فكرة المخيمات اكثر الحصص الغذائية والدعم اللي عم بيجي للمخيمات، يعني مستحيل تتوقف الدعم عن مناطق عديدة، يمكن الأستاذ شاركني بالأمر، وعن بلدات كثيرة وعن مخيمات تتوقف، لأن فيهم دعم سنوي بيجي خاص فيهم وما بتوقف نهائيا. يريد الأستاذ صبحي أن يعقب. أستاذي الكريم، بالنسبة لتعقيبا لأستاذ مصطفى، بالنسبة للمخيمات يوجد ناس غير بحاجة وراحوا سكنوا هنيك بالنسبة للدعم، الشيء الدعم اللي عم يدعم زيادة بالنسبة للمخيمات. يعني اليوم عم يقعد واحد مثلا بتقول لك نازح في الضيقة الفلانية أو في البلدة الفلانية، عم يسمع يا أخي المخيمات هنيك عم تندعم زيادة، أنا بقلش ما بروبرك هنيك وعم ياخد شيء بغنى هو عن يشتغل شيء. يعني هو بإمكانه في إيده مصلحة، بس عم يطلع أني والله أنا صلي كل شيء، ليش أنا أجي بروك هون وما هنيك يستفيد. وفي كمان ناس غير قادرة أن تسكن في أي مكان غير المخيمات، لا يوجد بديل أبدا. الواحد منهم بيته مهدوم أو كان عم يشتغل في مصلحة، ربما أي مصلحة كانت هدمت. هذا يعني أمر لا نختلف عليه، ولكن الرقم الذي نختلف عليه الرقم الذي ذكره الأستاذ مصطفى، 60% من سكان المخيمات في المناطق المحررة ليسوا بحاجة لدعم إغاثي. نعم. هذا رقم كبير بصراحة، يعني رقم خطير. استاذي قلت لك انا الفكره اللي هذه، السبب اللي خلى العالم الاكثر ما يبحاجه بالنسبه للمخيمات هي الدعم الزائد للمخيمات. نعم. يعني اليوم تيجي مثلا المنظمه الفلانيه بتدعم المخيم الفلاني. نعم. تيجي منظمه كذا والله الدعم الفلاني، يا اخي منظمه مثلا تلتفت لغير مثلا قرى، هلا حاليا في قرى لا يوجد فيها دعم الا 10%،
وحتى مو جاي باسم النازحين، عم يجي باسم أهل البلدة اللي موجودين فيها. بس بالفريق الإغاثي أو الموجودين بالمجالس المحلية ربما إني عم يطلعوا إني والله في عالم نازحة وبحاجة أكثر من العالم المقيمة أو الناس المقيمة في البلدة. عم يحاولوا إن يشيلوا من لك من حصص المقيمين ويحاولوا يعطوها للناس النازحة اللي بالقرية المحتاجين. يوجد ناس معاقين، هلا أنا بأخذك في مناطق يوجد فيها ناس معاقين لا ما لا حول ولا قوة ولا أي إنسان يدعمهم ولا معيل، عم يضطر يبرق، عم يجي عم أقول لك عم يجي على ناس على مثلا على المجالس المحلية أو على المكاتب الإغاثية، يا أخي أنا نظره في وضع هيك هيك، وعم يتم النظر في وضعه، وعم نحاول نحن نخاطب المنظمات نحطهم بالصورة إني عم يجينا هيك هيك فئات المفروض تندعم أكثر من المخيمات. يعني أستاذ مصطفى، يعني أكثر ناس بحاجة هن موجودين بالمخيمات، وبنفس اللحظة لا نستطيع قطع الدعم عن المخيمات، وأكثر فئة أيضا يعني مستغلة حقيقة أيضا توجد في المخيمات، ما هو الحل؟ هلا بالنسبة للمخيمات لازم يصير تغيير شامل وكامل لمدراء المخيمات. أنا هقول لك إياها صراحة، مدراء المخيمات هن السبب اللي عم يعطوها المستفيدين. يعني معقول مدير مخيم ما بيعرف الشخص المستفيد من غير المستفيد او السكان في المخيم؟ فلازم يرجع يعني ترجع يعني يعاد النظر من اول وجديد في وضع المخيمات. اذا امر فساد السوري. يعني هو امر فساد، والله اعلم امر فساد اكثر من هو فساد اكثر ما يكون خطا في التوزيع. نعم استاذ مصطفى، ما هي بدائل الدعم الاغاثي الممكنه والمتوفره في المناطق المحرره؟ والله في العديد من المشاريع التي البديلة التي أطلقت ونفذت أصلا، مثل المشاريع الزراعية اللي هي القرض الحسن، ممكن تقرض المزارع قرض معين ويسترده بالقمح، ممكن المشاريع التنموية، ممكن المشاريع الصغيرة، المشاريع الصغيرة اللي هي دعم المواطن بمبلغ المستفيد بمبلغ بسيط يمكن من خلاله أن يفتح مشروعه الخاص ويستغني تماما عن المواد الغذائية أو السلة الغذائية الشهرية. في عندك المشاريع التنموية، المشاريع الاقتصادية، المشاريع التي تزيد من الناتج المحلي في المناطق المحررة. أنا باعتقادي أن المشاريع الزراعية والاقتصادية والتنموية لها دور كبير جدا في التخلي أو تخلي عن جزء كبير جدا من المشاريع الإغاثية في الشمال السوري. نعم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر حسن متابعتكم، ونشكر الضيوف الكرام، ونشكر مركز الرعاة للتعليم والتدريب لاستضافته فريق البرنامج لهذا الأسبوع، وننوه إلى أننا سنتابع في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ضيفينا الكريمين موضوع قسائم الدعم الإغاثية النقدية. همومكم اهتماماتنا واقتراحاتكم مواضيع حلقاتنا. تواصلوا معنا على صفحة البرنامج الظاهر أسفل الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء. والله الواد ما بدي حاصر، خليه حاصير. ولنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على إيدنا وعلى الزراعة. اجوا التتار وراحوا، اجوا المغول وراحوا، اجوا الصليبيين وراحوا، وبقي اهل البلد في البلد.